والآن أدعو معالي السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة لإلقاء كلمته، فليتفضل. صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي، صاحب الفخامة المعالي موسى فقي محمد، صاحب President al-Sisi for his service as chairperson over the past year full of achievements for the African Union. The United Nations strategic partnership with the African Union is of paramount importance for us. Since I took office, الاتحاد الأفريقي وهي شراكة هامة للغاية لنا، وأحرص على وجود رابطة قوية بين البلدان والالتزام التام لمصالح الشعوب الأفريقية، وأنا مقتنعة تماما بأننا نعمل عن كثب مع القيادة الأفريقية ونعمل حثيثا على تحقيق تلك الجهود سويا. إن إطار السلم والأمن وتحقيقه في القارة الأفريقية، وأثني على الاتحاد الأفريقي على قيامه بمبادرة إسكات البنادق. الأساسية من أجل جعل برامجين 2020 63 من الأمم المبادرة الأساسية. وفي نهاية المطاف إن نهاية إسكات المنادق ليس أمرا يتعلق بالسلم والأمن كذلك، إنما بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. أصحاب الفخامة، أود التأكيد على ثلاث تحديات أساسية. أولا، أن نعشق طريق ضد مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء أمر أساسي بالنسبة للبشرية. ثانيا، التصدي للأزمة المناخية. وثالثا، إسكات البنادق. فيما يتعلق بالفقر، إن خطة 2063 وخطة can point to significant improvements in living standards, including access to the الاتحاد الإفريقي في food security, basic social services and infrastructure. But progress remains slow and the need بدأت هذه القمة منذ دقائق، حيث كانت هناك كلمات been a victim of a globalization that has not benefited all nations equitably. With agricultural and other subsidies, trade and financial rules, and distorted markets working often to the detriment of the African continent. And that is why I will continue to advocate for a fair globalization that works for all nations and not all, and all people. I have been witnessing the efforts of many governments in Africa to eliminate corruption, reform tax systems, and improve governance and institutions. جهود العديد من تحسين القيادات والمؤسسات، ولذلك فالأمم المتحدة تثني على تلك الجهود وتعمل عن كسب لتأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تمنع القارة الأفريقية من مصادرها لتحقيق التنمية. السيدات والسادة، القضاء على الفقر هو أمر أساسي، ودعم أيضا المساواة بين الجنسين والتأكيد على تمكين المرأة والفتيات. لقد حققنا مكتسبات كثيرة في القارة الأفريقية، ولكن لا زال أمامنا الكثير ليتم إنجازه. وخلاصة الأمر أن هذا الأمر يتعلق بالقوة، ولا زلنا نعيش في عالم تتحدى فيه القوة، ولذلك من الأساس أن نقوم بعمل الإصلاحات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي أولويات هامة لنا جميعا.
ذلك التعزيز الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز مكانة المرأة وقيادتها، وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعا للتأكد من عدم استثناء المرأة من اتخاذ القرارات في الحكومات، وأثني على جهود قيادات المرأة الأفريقية لتعزيز وتأكيد تقوية دور المرأة في الوساطة. السيدات والسادة، من الضروري أيضا تمكين الشباب الأفريقي، فهم يشكلون إسهاما كبيرا لتحقيق التغيير، ولا يجب أن نقوم بتهميش دوره. لذلك هذا العام هي الذكرى الخامسة للاستماع إلى الشباب، وأدعو كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتحقيق مستقبل الذي نريده. لنعمل معا على توفير ليس فقط المجال الاجتماعي عمل الشباب، ولكن أيضا لتوفير الدخل اللائق لهم. السيدات والسادة، دعوني الآن أتحدث عن مشكلة تغيرات المناخ. في الأعوام الماضية شهدنا أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، ولا زالت الحرارة ترتفع. أفريقيا هي أقل قارة في الإسهام في ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك فهي أكثر قارة تعاني من تغيرات المناخ ومن التأثيرات المحتمة التي ستأتي. لذلك تبذل القارة الأفريقية جهود مضاعفة، والعام الماضي كانت ارتفاع درجات الحرارة كان كارثيا، وكانت هناك تقارير خاصة بالعديد من الكوارث الطبيعية من كينيا إلى مدغشقر، وهناك مما يسبب بؤسا كبيرا في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ولذلك للتعامل مع المخاطر المناخية في وسط أفريقيا لابد أن يكون أمرا له الأولوية. ويخبرنا العلم أن حل الأزمات التغيرات المناخية هو المحافظة على عدم ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5 درجة. لهذا يعني أن لتحقيق التحييد المناخي بحضور العام 2050 يتطلب من الدول الكبرى والقطاعات الاقتصادية الكبرى أن لا تسهم مزيدا في ارتفاع درجات الحرارة، وأن تقوم وتلتزم بمسؤولياتها. ولابد أن نبذل جميعا جهودنا وكل جهود الأفريقية، وإلا ستكون جهودنا وكل جهود الأفريقية تضيع سدى. لذلك لابد من العمل والوساطة لتحقيق المعدلات وتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة القارة الأفريقية لبناء مجتمعات مرنة وإعادة البناء والإعمار. ولذلك فإنني أثني على القيادة الأفريقية وتحركتها نحو التغيرات المناخية. لذلك فهو أمر حتمي أن نعمل معا لنجاح مؤتمر الأطراف في دورته 26 ولصالح الشعوب العالم أجمع. وهذا يعني أن انتهاء التغيرات المناخية يتطلب الجهود الحثيثة لنا جميعا، و خلق المناخ الملائم والهواء المناسب للعالم أجمع. لذلك فإنني قمت الأمم المتحدة بطلب المساعدة من المجتمعات الدولية بسرعة وبسخاء لأجل حل أزمة المناخ. السيدة والسادة، The events in Sudan are quite remarkable. The African Union was at the forefront of the mediation process that led to the setting up of a civilian transitional government. And two organizations are working very closely. من النجاح في دعم العام وجهودنا. The events in Sudan are quite remarkable. The African Union was at the forefront of the mediation process that led to the setting up of a civilian transitional government. And two organizations are working.
إذن مشاهدينا The leaders of South Sudan has to hear the, listen to the voices of the people who are suffering, that they should agree in what's up for Au Sudan du Sud. La République centrafricaine est un autre exemple du partenariat stratégique qui existe entre nos deux organisations. الشراكة الاستراتيجية لمنظمة الاتحاد الافريقي وهي تعمل جاهدة دائما من اجل تعزيز مسيرة السلام. سيداتي سادتي اليوم ان السلام هو اساس الشراكة القوية للاتحاد الافريقي وكذلك تدعيم الشراكة من قبل بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ان الجميع يعمل على تدعيم مسيرة السلام I launched the peacekeeping action some 2 years ago. The Secretariat and the member states have made considerable progress in order to make peacekeeping. وكذلك تدعيم السلام بالصورة التقليدية بين الشعوب. نحن نحتاج إلى المزيد من التعاون بين جميع الشعوب والدول من أجل مواجهة ومكافحة الإرهاب ومن أجل تدعيم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. إن التجارب التي خضناها من قبل تؤكد على أن الجميع العمليات المؤثرة بين هذه الجماعات الإرهابية فإنها مدعمة من قبل هيئات من أجل تدمير كل ما هو مفيد وصحيح للشعوب الأفريقية. ولكن نحن نعمل دائما على مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية. عدم وجود تدعيم أو مساندة كافية بين الشعوب وبين الدول يعمل على إضعاف الموقف ويجعل دائما المواقف هشة. ولكن هناك العديد من المواطنين قد لقوا مصرعهم في بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا وخلال هجمات إرهابية من قبل بعض الجماعات الإرهابية. إن التدخل والتكامل بين الشعوب ضروري وهام. إن المسيرة الاقتصادية تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الشعوب الأفريقية ونحن لدينا أمال من أجل استغلال جميع الفرص ومن أجل الاستفادة من جميع الفرص المتاحة أمامنا. يجب أيضا وضع نهاية للصراع في ليبيا. يجب أن لا ننسى أن الأزمة في ليبيا لها مشهد تراجيدي ويجب بذل كل مجهود ممكن من أجل إنهاء هذا الصراع. إن الصراعات والهجمات هناك تزداد يوما بعد يوما بشكل مأساوي. And I know just how frustrated the African Union is in the situation concerning the situation in Libya since 2011, and I share your sentiments. Yesterday, together, we put in place a new partnership framework between the African Union. إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بسبب الأندس التي حدثت في ليبيا في من عام 2011 لتوحيد جهودنا المشاركة وأن نعمل مجددا لإيجاد حل للصراع في ليبيا.
ليبيا، ونحن نتجه نحو ذلك الطريق. وأنا أدعم تماما فكرة إقامة مؤتمر للتصالح بين الفصيلين المتنازعين في ليبيا، وسأستمر في التأكيد على حقيقة أن الحل السياسي فقط هو الحل الوحيد لأجل ليبيا لإنهاء الصراع هناك، وأي تدخل أجنبي وخارجي سيؤدي إلى تصاعد الصراع أكثر. لذلك لابد من إيقاف وقف إطلاق النار بشكل سريع. إن التحديات التي نواجهها معقدة، ولكنها أيضا تؤكد على مسؤوليتنا، وأننا لابد أن نقوم بتوحيد جهودنا وبالتشارك معا لأجل حلها. لذلك أعيد التأكيد على دعمي لاستمرار التعاون عن كثب مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية حتى نتمكن معا من الوصول وتحقيق أهداف أجندة 2063 وإسكات البنادق للأبد. أشكر السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.